طيب ناخذ نوع جديد الكلاسترنج، خوارزمية جديدة. أخذنا سابقا الكي مين وأخذنا عليها مثال عملي، ناخذ هالجيت الهيراركيكال كلاسترنج. كيف؟ زي الديت مثلا، ديت ديت؟ مثلا السنة. لا 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 لا، هنا المقصود فيه انه انت يعني انه انت عندك، يعني انت هيك انت بتجمع نقاط معينة، هدول اعتبرتهم كلاستر. بعدين انه انت عندك الكلاستر والكلاس الكلاستر هذا والكلاستر هذا بتجمعهم مع بعض في كلاستر، فبالتالي انه هاي المقصود نستد. السنة. لا لا، انت بتحكي على الديت. الديت انه هو مكون من كذا، من اللي هو الشهر واليوم فانت بتعمل ديكومبوز لاتريبيوت معين، لكن انا بحكي على كلاستر بيحتوي على العديد من النقاط، والنقاط هذه تمام يعني حسب المثال اللي احنا شفناه هنا. لاحظ انه انا عندي هنا ثلاثة وأربعة، هدول اعتبرتهم انه كلاستر، واحد واثنين هدول اعتبرتهم كلاستر، وبعدين هدول الكلاستر دمجتهم مع بعض، فهذا نستد كلاستر. يعني ايش نستد كلاستر؟ في فرق بين النستد والاوفرلابينج. النستد انه كلاستر جوا كلاستر، تمام؟ فالهيراركيكال كلاسترينج انه شيء مختلف يعني. تمام، فبالتالي هنا produce a set of nested clusters organized as hierarchical tree. يعني بيتم تمثيلها زي ما انت شايف. الكلاستر هذا انت عندك 2 و5، هذه عبارة عن نقاط، تمام؟ هدول مثلوا كلاستر واحد، ضميت لإلهم 4، صاروا انه الكلاستر يعني صاروا انه كلاستر جديد، تمام؟ واحد وثلاثة هدول انه مع بعض انه عبارة عن كلاستر، تمام؟ هاي واحد وثلاثة انه ضميتهم صاروا انه عبارة عن كلاستر. وهنا انا عندي 2 و5، هدول عبارة عن كلاستر، ضميت لإلهم ايش؟ 4، صاروا عبارة عن كلاستر. بعدين ناتج جمع هدول الاثنين اللي هو 1 و3 و2 و5 و4، دمجتهم مع بعض ونتج انا عندي انه هو كلاستر بهذا الشكل. بعدين 6 انه ضميتها في كلاستر اكبر اللي هو، فبالتالي انت عندك هنا 5 كلاسترز، 5 كلاسترز، وبتقدر انه انت تعمل عليها انه كمستويات بهذا الشكل. لاحظ انه المستويات تبعت الكلاسترنج هيها محطوطة انت عندك بالالوان بمستويات مختلفة، تمام؟ فبالتالي انه المستوى هذا طلع لك كلاستر 3 كلاسترز، المستوى هذا طلع لك 2 كلاستر، آخر مستوى بيطلع لك كلاستر واحد. كيف؟ يعني هذا بالنسبة لك بتحل لك إشكالية كتير كبيرة موجودة عندنا في الكي مين. يعني أنا باجي بقول إنه بدي إياك تقسم لي الزبائن لمجموعات. طب كم مجموعة أقسمهم؟ 3 4، مش عارف، بدي اجرب. فهنا في الهيراركيكال انت بتقدر انه انت تعمل تقسيمات وبعدة مستويات، يعني بتكون بالضبط بيكون لانه انت فعليا انه انت حتقسم، يعني هذا يعني يتمثل في نقطة قوة في الهيراركيكال، انه انت مش محتاج انه انت تحدد عدد الكلاستر، لانه فعليا انه كل نقطة بيعتبرها كلاستر وبيضلوا يدمج مع بعض لغاية لما يخلي النقاط كلها في كلاستر واحد، فانت بتختار المستوى المناسب لإلك وانه انت بتستخدمه. فبالتالي هنا you don't have to assume any number of cluster، يعني ما فيش داعي انه انت تفترض انه والله بفترض الزبائن تبعوني قسمين 3 اقسام، هذا assumption، انت مش عارف فعليا. فبالتالي انه انت مره بدك تجرب 2، مره 3، فبالتالي هنا انت بتختار الليفل المناسب لإلك، تمام؟ وهذا الهيراركي ممكن انه انتو
ممكن انه انت تعمله لا يعني تحوله لتكسونومي ذات معنى، تمام؟ يعني انه انت مثلا على سبيل المثال ممكن انه انت تعمل تقسيمات زي مثلا تقسيمة مملكة الحيوانات. مملكة الحيوانات ايش التقسيمة تبعتها بشكل هيراكي؟ ثدييات ولا ثدييات، او ممكن انه فقريات ولا فقريات، تمام؟ وكل والفقريات انه انت بتقسمها لاقسام وزواحف ومش عارف ايش، فانت بتحصل على وهذا الكلام انت ممكن تطبقه على الكاستمر. تيجي تقول انه انا في عندي فئتين من الكاستمر، فئة الميل لحال وفئة الفيميل لحال. لقيت في الفيميل في عندي فئتين برضه، فئة اللي عمرها كذا وفئة اللي عمرها كذا. فبالتالي الهيراركي هذا مفيد بالنسبة لك بدرجة كتير كبيرة انه في التطبيق. لا ديسيجن تري انه انت بتعمل يعني ديسايد، يعني بمعنى الغرض الاساسي تبعها كلاسيفيكيشن، لكن بتسميها تكسونومي. تكسونومي هرميه، هي شكلها زي ديسيجن تري ولكن يطلق عليها تكسونومي. هذيك ديسيجن تري تكسونومي يعني تصنيف، يعني تصنيفات هرميه. تصنيفات هرميه انه انت بتيجي زي ما حكيت لك انه انت بتقول انه انا عندي الكاستمر التقسيمه الاساسيه، انا عندي ميل وفي ميل، تمام؟ في الفيميل انا في عندي 3 فئات عمريه، في انا عندي فئه البنات الصغار اللي عمرهم اقل من 4 سنوات، في عندي فئه من 5 ل مثلا ل 13، وبعدين عندي الفئه الثالثه كذا. وهدول انه انت مثلا بتيجي بترجع بتقسمهم تقسيمات يعني برضه اضافيه وهكذا يعني. تمام؟ في انا عندي نوعين من الكلاسترينج، الهيراركيكال كلاسترينج تحديدا، اللي هو اجلومريتيف، تمام، وديفايزيف. فعليا الاجلومريتيف انه انت بتبدا بنقطه، انه كل نقطه انت عندك، تمام، انه هي عباره عن كلاستر، وبتصير انه انت كل نقطة أنت عندك في الداتا سيت إنه هي عبارة عن كلاستر. إيش الأسلوب تبعك؟ إنه أقرب تو كلاستر مع بعض ادمج لي إياهم، اتنينات اتنينات. تروح على المستوى اللي بعديه، برضو أقرب اتنينات ادمج لي إياهم. وهكذا، تمام؟ وقت إيش بتتوقف؟ لغاية لما إنه only one cluster إنه تبقى إنه أنت عندك، تمام؟ الديفايزيف بيبدا العكس، بيبدا انه انت عندك النقاط انه هي كلها في كلاستر واحد، بعدين بقول لك انه اقسم لي اياها لتو كلاستر، بعدين كل كلاستر اقسم لي اياها لاثنين، وهكذا بتستمر في هذه العمليه لغايه لما يكون كل كلاستر بيحتوي فقط على نقطه واحده، تمام؟ يعني باختصار بتقدر تقول انه الكلاستر التجميعيه الهيراركيكال انه بتكون يعني انه انت فعليا بتضلك تدمج في الكلاستر لغايه لما تصل لكل النقاط انه في كلاستر واحد. الديفايزيف عكسها، انه بتبدا كل النقاط بكلاستر واحد وبتضلك تقسم لغايه لما تصل انه كل كلاستر يحتوي على نقطه واحده فقط، تمام؟ حكيت الخوارزميه تبعت الاجلومريتيف كلاسترينج انه هو عباره عن بيزك الجوريثم. لازم انه احنا نحسب البروكسيميتي ماتريكس. بروكسيميتي يعني تقارب او تشابه، تمام، كل النقاط مع بعض. وعشان انت تقدر تتخيلها هي وزي هيك، فانت الماتريكس انه انت بتحط بي 1 بي 2 بي 3 كل النقاط تبعتك، وبرضه في الاعمده بتروح بتكررهم. فقديش البروكسيميتي او قديش الديستانس بين بي 1 وبي 1؟ صفر. مسافة صفر، متطابقين على بعض، تمام؟ فبالتالي هنا بنطلع على مسافات. الأقل هي الأقرب، وبتقيس هنا المسافة بين بي 1 وبي 2، بي 1 بي 3، بي 1 بي 4 إلى آخره. لا لا، مش صفر واحد، مش صفر واحد، بس إنه بين النقطة ونفسها صفر، تمام؟ لا لا لا، تمام؟ هلقيت بعد ما انت حسبت الماتريكس هذه، لانه انت خلص بتحسبها مره واحده، لانه حتحتاج منها على حد يعني انه انت تطلع يعني بدل ما تعمل حسابات اكثر من مره، خلص بتحسبها في الماتريكس هذه وبتطول يعني الديستانس بين تو بوينتس اللي انت بدك اياه.
تيجي بعد مثلا على سبيل المثال تيجي هنا، والله احنا بدنا نحسب بين بي 4 وبي 3، هي باخذ الرقم هذا زي هيك. فهي عشان هيك انت عندك اول نقطة انه انت احسب البروكسيميتي ماتريكس. النقطة الثانية انه لكل نقطة انت عندك، اعتبر كل نقطة انه انت عندك هي عبارة عن كلاستر، فبالتالي انت تشكل عندك كلاسترز مكونة من، كل كلاستر مكون من ايش؟ نقطة واحدة. معايا يا شباب؟ فبالتالي هنا بقول لك انه انت عندك كل النقاط انت عندك اعتبرها انه كل واحدة هي عبارة عن كلاستر، فبالتالي انت عندك تشكل كلاستر هذا تجميع، فبالتالي انه بدي ابدا ادمج هالكي يعني كل كلاستر مكون من نقطة واحدة. بعدين انا عندي اللوب هنا ريبيت ميرج ذا تو كلوزست كلاستر، مش محتاج لا ثري شولد ولا شيء. طلع على البروكسيميتي ماتريكس اقرب نقطتين لبعض، اقرب تو كلاستر لبعض، هدول اللي ادمجهم وسيب الباقي. وبعدين كرر العملية من اول وجديد. الكلاستر اللي نتج وبقية الكلاستر احسب، مش هو وما لا كلهم، شوف مين اقرب اثنين مع بعض وادمجهم، وهكذا ضلك تكرار تكرار. بدك تعمل ابديت للبروكسيميتي ماتريكس، حورجي لك كيف. تمام، بتضلك انه انت تدمج 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 لغايه لما يتكون عندك كلاستر واحد. دمجت كل الكلاستر صار عندك كلاستر واحد. شوف اللي طلع لي هنا، هاي النقاط هذه. تمام، هيك حسبنا البروكسيميتي ماتريكس، اعتبرنا انه كل نقطة انه هي عبارة عن كلاستر. اجينا طلعنا انه لقينا انه بي واحد وبي اثنين هدول كل واحد كلاستر، هدول بيشبهوا بعض حدمجهم في هذا. بي ثلاثة وخمس واربعة، بي ثلاثة واربعة انه في كلاستر واحد، وهكذا لبقية النقاط. فايش تشكل انا عندي؟ يفترض انه يتشكل انا عندي ستة كلاسترز. تمام، في الاول انا كان عندي 12 نقطة، كل اثنين انا دمجتهم مع بعض. تمام، فبالتالي انه يعني بتشكل هذا، لانه هو يعني مش كل اثنين انه هو بتشكل مع بعض، انه انت بتدمج اثنين الناتج بتشوف اقرب اثنين، فبالتالي مش بالضرورة يطلع يعني نصهم، يعني مش بالضرورة انه هو يطلع 12. فبالتالي انه يعني طلع انا عندي هنا خمسة كلاسترز. تمام، في يعني بعد ما احنا طبقنا بعض الميرجينج ستيبس، لنفترض انه انا عندي في مرحله ما انه خمسه كلاسترز واللي فيها مجموعه من النقاط، فبالتالي انه انت عندك بتكون البروكسيميتي ماتريكس بهذا الشكل. تمام، اللي هي بدك تحسب انه سي 1 سي 2 سي 3 والمسافه بينها وبين الكلاستر سي 1 سي 2 سي 3. لنفترض انه انت عندك سي 2 وسي 5 طلعوا هدول اقرب اثنين لبعض، فبدي ادمجهم. فبالتالي ايش بدي اسوي في البروكسيميتي ماتريكس؟ بروح بعمل ميرج لهدول الكلاستر، والبروكسيميتي ماتريكس بدي احدثها. ايش الاحداثيات اللي بدي احدثها؟ بدك تحدث الصف تبع سي 2 كله وسي 5 كله بهذا الشكل. لاحظ هدول كلهم اللي بالعلامات الاستفهام كله بده يتحدث. تمام، ليش؟ لانه انا عندك هنا كان سي 1 لا بدل ما كان سي 2 وسي 3 سي 4، لا صار الدمج الان بين سي 2 وسي 5، فبالتالي كل هذا العمود بده يتحدث القيم تبعته. وهنا نفس الشيء، الدمج تبع سي 2 او الاتحاد تبع سي 2 وسي 5 بده كله يندمج انا عندي زي هيك. تمام، فبستمر انا عندي لغايه لما انه اصل ل كلاستر واحد. تمام، حكيت كيف بحسب المسافه بين كلاسترز. حساب المسافه بين النقاط ما فيش فيها مشكله، لكن حساب يعني مسافه بين كلاسترز كيف بدنا نحسبها؟ في عندي عده طرق. اول طريقه انه انا بدي اعتبر على المين ديستانس، اللي هي بدي اختار اقرب نقطتين بين الكلاسترز واحاول انه انا يعني استخدمها انه هي عباره عن المسافه بين الكلاستر. بقول لك انه هذا بشكل منطقي، انه هي كلاستر وهي كلاستر، ايش المسافه بيناتهم؟ الحد اللي هنا المسافه بين الحد هذا والحد هذا، عشان هيك اختار المين. هيك التفكير المنطقي تبعه. حدا تاني بيجي بقول لك لا،
هذا الماكس، بدي انا اعتمد على الماكس، لانه الماكس يعني بياخذ على سبيل المثال انه بعين الاعتبار قديش انه شكل الكلاستر. تخيل انه انت عندك الكلاستر هذا انه ممتد للمنطقة هذه، تمام؟ فبالتالي اي نعم انه الحدود قريبة من بعض، لكن الماكس انه مسافتها بعيدة، وهنا انت في عندك كلاستر تاني صغير. فانت اذا كنت بتعتمد على الماكس حيندمج هذا مع الكلاستر اللي هنا، تمام؟ مش راح يندمج مع الكلاستر اللي هنا. خليني ارسم لك هذا الكلام سريعا. يعني افترض انه الكلاستر هذا انه هي ممتد زي هيك بهذا الشكل، وانه انت في عندك نقطة هنا، فبالتالي انه الماكس حتصير انه امتداد هذا الخط، لانه بقول لك انه هيك انه هو بياخذ انه الكلاستر يعني شكل الكلاستر بعين الاعتبار. وافترض انه انت في عندك كلاستر تاني، وهي انت عندك اقصى نقطة، فبالتالي انه اقصى نقطة انه هي بين تو كلاستر اللي هي المسافة بين هذه وهذه. هو فعليا راح ياخذ بعين الاعتبار انه لو بده يعتمد على المين، تمام، ممكن تكون انه هذول الاثنين، وافترض انه الكلاستر هذا انه زي هيك برضه انه هو قريب هنا، فبالتالي انه هي المسافة المين زي هيك، والمسافة المين انه هي المسافة المين انه انا عندي زي هيك. فلقيت الماكس انه المسافة هذه اقصر من المسافة هذه، فهو بياخذ انه يدمج هذول الاثنين مع بعض بدل ما يدمج هذول الاثنين مع بعض، تمام؟ طيب في اسلوب تاني انه احنا على ايش نعتمد؟ نعتمد على الجروب افريج. شوف الجروب افريج بده يسوي لكل نقطة في الكلاستر الاول، بده يحسب المسافة بينها وبين كل النقاط في الكلاستر الثاني، وهذه تايم كونسومينج. وبعدين راح يتكون انت عندك مجموعة من المسافات بتاخذ الافريج تبعها. وفي انه انا خلاص اريح راسي، السنتر هو بيمثل الكلاستر، فبحسب المسافة بين السنتر هذا والسنتر هذا. طبعا هذا بيؤدي انه انت عندك الكلاستر باستخدام الماكس المين والماكس والافريج انه يطلع عندك نتائج مختلفة، انه انت عندك يطلع نتائج مختلفة، تمام؟ النتائج هذه يعني على سبيل المثال طلع لي هنا انه انت عندك هنا 3 و6، هذا أول كلاستر هيو شايفه رقم واحد، هنا برضو أول كلاستر هيو 3 و6، تمام؟ أول كلاستر 3 و6 بيشبهوا بعض كله. بعدين الكلاستر الثاني وينه؟ هيو 2 و5، هنا 2 و5، هنا 2 و5، ما فيش مشكلة. الكلاستر الثالث هنا قرر إنه هو يدمج هدول التنين، يعني هدول مع بعض، يضم 4 لإلهم. وهنا نفس الإشي، لكن هنا لا، الكلاستر الثالث إنه هو قرر يدمج هدول التو كلاسترز مع بعض. شايف كيف انه ممكن انه استخدام الـ يعني السيميلاريتي بين بتوين كلاسترز، انه لما تكون انه تستخدم طرق مختلفه بيؤدي لنتائج مختلفه، هاي المقارنه انت عندك يعني بتؤدي لهذا الشكل، تمام؟ في اي سؤال على الدنسيتي؟ خلينا نتوقف هنا. عفوا، في اي سؤال على الهيراركيكال؟ خلينا يعني نتوقف هنا، والمحاضرة الجاية بنكمل. كيف؟ أول مستوى النتيجة هي لأنه كل نقطة تمثل كلاستر، لكن بعد الدمج لا، تختلف الأمور في المين والماكس والأفريج، بيؤدي لنتائج مختلفة.